فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للجمعة سنة راتبة قبلية أو بعدية؟ قبلية لا، أما بعدية نعم لها راتبة بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات بسلامين، بعضهم يقول 6 ركعات كل ركعتين بسلام، هذا إذا صلاها في المسجد. أما إذا صلى الراتبة في بيته يصليها ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، نعم. وأما قبلها فالتنفل مطلوب لكنه ليس راتبة، وإنما هو نفل مطلق، لو دخل صلى تحية المسجد وجلس يقرأ ولا يذكر الله لا بأس، وإن صلى من دخوله إلى أن يحضر الإمام فهذا أفضل، نعم.